راح احكي على الناس اللي مشتاقه الاستاذ حافظ. نعم. عن هذا لي. رمضان شرف ما موجود بالساحه، ما موجود بعمل اليوم. اريد نعرف السبب بصراحه، هل يا ترى كتاب؟ نعم. منتجين؟ نعم. سبب باختفاء استاذ حافظ لو شنو؟ أنا عندت مرات يعني أسأل هذا السؤال وأجاوب عليه، لكنه بما أنه هذا رمضان وحق الناس يعني لازم أنا أجاوبها، لأنه أنا بالشارع في مكان وحتى يعني في أماكن عامة وخاصة يسألون أين أنت من الدراما، أين أنت يعني، واتهمت بأنه أنا أقدم برامج تركت الدراما وذهبت إلى مكان آخر. أريد الحقيقة اليوم. الحقيقة اليوم لما نبتدئ بالبرامج، اليوم كبار نجوم العالم يقدمون برامج، يعني حتى على مستويات عالية جدا، انه ترند بالمشاهدات السينمائية وغيرها، يجوا توجهوا الى موضوع تقديم البرامج، وتقديم البرامج اعتقد انه نقطة مهمة جدا للوصول الى المتلقي بطريقة تختلف عن طريقة المشهد الدرامي او السينمائي او المسرحي. انا ما انعزلت عن الدراما ابدا، يعني انا كنت اعمل بدراما، لكنه توقف الدراما نوعا ما، يعني مو توقف بمعنى التوقف لا، بس توقفت لفتره يعني صار فيها قليل العطاء فيها، يعني تقريبا 2014. انا من 2014 اخر عمل اللي كان قصه حي بغداد للمخرج المحترم فارس طعمت وتاليف حامد المالك. وبعد 2014 يعني هذا صار قطع، يعني القطع هو ليس مني ابدا يعني، لكنه اني مرات يعرض علي عمل معين، فلا يزعلون علي اصدقائي، انا احبهم واحترمهم، يعني اقرا العمل حقيقه، يعني ابرر انه انا عندي سفر، عندي موضوع، عندي ليش ما اقدر اقول لعملك مو زين، لانه هو خلاص هو موقع وكامل وماخذ العمل وموقعين عليه لجان وجاي اللجان ومصارفين الميزانية وجاي علي، يعني أنا من أقول له عملك مو زين، أنا ما أريد أشكل فجوة بيني وبين، لأن إحنا خاصة إحنا بالعراق يعني من تقول له أنت هذا عملك مو زين خلص، يعني بعد أنت قلت عليه مو زين يعني بعد قلك في منطقة الزائد يعني.